نحن اليوم في إحدى محافظات الأردن التي تحتوي على العديد من المعالم الأثرية والطبيعية، والتي تشتهر بالفسيفساء والكنائس القديمة. هي مادبة وحبيبة الأطيار، هي لهفة الدحنون والنوار. مدينة الحب والسلام، مدينة تجمع بقلبها الكثير من قصص التعايش الديني والثقافي وروايات العشق لدى الكثير. تفوز اليوم بلقب عاصمة السياحة العربية، فكلنا فخر واعتزاز بها. بهذه المناسبة أود أن أقدم وباسم كافة الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة مادبة، نرفع لقدوتنا وقائد مسيرتنا جلالة الملك وولي عهده أسماء آيات التهاني بهذه المناسبة. مادبة طبعا ذات التاريخ الممتد منذ العصر الحجري، يعني منذ عام 1200 قبل الميلاد، إلى المدينة المؤابية ثم الأنباط ثم الرومان، وازدهرت في عهد الدولة البيزنطية ثم الدولة الأموية. مادبة مدينة الفسيفساء البشرية والحجرية، مدينة التآلف والمحبة والسلام والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، وأجراس دائما أقول أنا أجراس كنائسها تعانق أصوات مآذنها. طبعا هذا الفوز جاء نتيجة ما تحتويه محافظة مادبة من مواقع سياحية وأثرية ودينية، بالإضافة إلى حصدها ألقاب عالمية في السابق. ففي عام 2016 تم حصد لقب من مجلس الحرف العالمي مادبة المدينة العالمية بالفسيفساء الحجرية، وفي عام 2017 انضمت محافظة مادبة إلى شبكة المدن المبدعة في منظمة اليونسكو. لهذا السبب يعني مادبة غنية أيضا بمواقعها الدينية، يوجد ثلاث مواقع حج مسيحي على مسار مادبة السياحي، يوجد لدينا مواقع ذات اطلالات بانورامية جدا جميلة، يوجد لدينا سبع مسارات سياحية جدا مهمة للسياح كمسار مادبة التراثي، مسار مادبة العلاجي، مسار مادبة الديني، مسار الحج المسيحي، مسار مادبة الثقافي والمغامرات. هذه المسارات يعني تلبي كافة أهداف السياح عند الزيارة. مادبة تستحق هذا اللقب كونها حصدت أيضا ألقاب عالمية، وبالتالي مادبة أيضا احتلت المرتبة الثانية بعد البتراء في عام 2019 بأعداد الزوار، حصدنا ما يقارب 700,000 زائر. وإن شاء الله نضع الآن خطة لتطوير سياحة مادبة، سميناها تطوير خطة سياحة مادبة 2021-2025، وهذه الخطة ركزت على 10 محاور، وإن شاء الله سنعمل على تعزيز مكانة مادبة على الخارطة السياحية الأردنية والعالمية، بالإضافة إلى أن سنقوم بإطالة مدة إقامة السائح داخل المحافظة. تعالوا إلى مادبة، أنتم على الطريق، تعالوا إلى هذا البيت المنيف، رددوا مع عرار عمان ضاقت بي، فجئتكم أن تجعوا الآمال في مادبة، ووددت إمساك الهوى بقبضتي، وحلفت أن أبقى الوفي لدياري. ردن فلتهنأ ببنتك مادبة، سأصون حبها والقرار قراري. تمارا بحماد، A1 TV.